اليوم كان جد صعب، يعني انا توقعت اني اضبط فيه، لانه احنا اساسا يعني بالفيزا المفروض انه بدنا نحذفه، يعني الامتحان ما بيراعي الفروقات الفرديه، كان في اسئله مباشره بس مش كلها، يعني غالبا بنرجع لكم على التكميلي. صراحه توقعنا نجيب معدلات، وجد درسنا وتعبنا طول السنه، وانا جد من الناس اللي كنت متوقع لحالي اجيب بال90، هسه الله اعلم اجيب بال80 او لا، يعني صراحه ما بزبط هيك، عم بتحدوا الطلاب مش عم بيجيبوا اسئله منطقيه، انا ما بحكي يجيبوها اسئله سهله، بس انه يجيبوا صعب منطقي مش صعب اللي هو اوفر. احنا بالامتحان يعني اغلبنا صار يعيط، كلياتنا طالعين بنعيط، هذا الشيء مش بدل على انه انا مش دارس او انه انا مش عارف احل، يعني شيء كل الطلاب بيشتكوا منه مش بس انا وبس والله. كيف كان الامتحان اليوم؟ يعني شوفوا من متوسط لصعب، يعني ما كانش سهل ابدا، الاسئله تقريبا كلها قدرات عليا حرفيا، والامتحان كثير طويل، يعني بده لسه كمان ساعه ونص زياده، والعضويه كمان ما فيها ولا سؤال، يعني ما فيها ولا سؤال من الحفظ، كلهم بدهم حل. طب شو رسالتك للوزاره؟ غيروا على اول سؤال في الاكسده والاختزال، غيروا في الجدول الاجابه. تمام. يعني الامتحان كان صعب. ما كانش سهل ابدا. غير موفق. غير موفق. شكرا. يعطيك العافيه. شو رايك بالامتحان اليوم؟ لا صراحه كان اليوم امتحان سهل، يعني لو فعلا اللي درسه منيح بسكره. كثير سهل كان الحمد لله. انت علمي ولا ادبي؟ ادبي. عندك عربي؟ تخصص ورقه اولى. الوقت كان كافي؟ لا كان كافي الحمد لله. الامتحان كان نوعا ما سهل، النحو والصرف والنقد والبلاغه دول كانوا سهلين. القضايا كان كثير صعب، يعني في تحتاري بين دائرتين بده كثير تفكير. الوقت لا كان كافي، زاد معي ساعه تقريبا. ان شاء الله خير يعني، والمعلمات كانوا بجننوا وكثير متعاونات.